تعاقد نادي النصر السعودي رسميا مع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة موسمين حسب ما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية وقناة العربية وقناة الكأس القطرية اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022. وسينضم رونالدو إلى النصر السعودي بداية من شهر جانفي 2023، وذلك بعد رحيله عن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. هذا وكان أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن رونالدو سيوقع عقد لمدة 7 سنوات، حيث سيلعب في صفوف النصر السعودي لمدة موسمين ونصف، وبقية العقد سيعمل كسفير لملف استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030. أشارت تقارير صحفية إلى أن رونالدو سيتقاضى راتبا يبلغ 200 مليون أورو سنويا، وأنه سيتم تمويل الصفقة بواسطة إحدى الشركات الراعية للنصر. وحسب ماركا الإسبانية فإن احتمال التوقيع يأتي بنسبة 99%، بينما يسهر الطرفان على إنهاء البنود الأخيرة من العقد الليلة أو غدا. وأوضح المصدر ذاته أن الموعد المتوقع لوصول كريستيانو رونالدو للسعودية سيكون بعد غد الأحد 1 جانفي. مر رونالدو بوقت صعب مع نادي مانشستر يونايتد في بداية الموسم الحالي، وتفاقم الوضع بظهور مقابلته الشهيرة التي هاجم فيها إدارة النادي والمدرب تين هاج، فيما تم لاحقا الإعلان عن فسخ تعاقد رونالدو مع مانشستر يونايتد وباتفاق الطرفين. رونالدو رسميا في النصر السعودي، وبعض جزئيات تفصل النادي السعودي عن الإعلان الرسمي الصفقة. صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم بمبلغ رهيب ورهيب جدا بصراحة. لاعب في عمر 37 سنة يتقاضى راتب حوالي 700 مليار تونسية سيتقاضاها رونالدو سنويا على امتداد موسمين. وسائل الإعلام تقريبا تتحدث على هذا الموضوع، الموضوع اللي مش يثير عديد التساؤلات، خاصة على القيمة المالية الرهيبة والرهيبة جدا في هذا التعاقد للفريق السعودي. هناك بعض التقارير الصحفية التي تشير أن النادي دخل في مفاوضات مع عديد النجوم العالمية الأخرى على غرار متوسط ميدان برشلونة بوسكيتش. وكذلك أشارت تقارير إلى أن النادي النصر السعودي يرغب في التعاقد مع سيرجيو راموس اللاعب الإسباني ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي. انتظر عديد الصفقات المزلزلة والرهيبة في الكرة السعودية من بوابة نادي النصر. إذن متابعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، إن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.